رينزو لوبيز دفع سلطان الغنام في هاللقطة. صفر سامي لكن ينتظر تأكيد رائد في غرفة الفار. من 8 تسديدات على المرمى، من 25 تسديدة سواء على المرمى أو خارجها. الآن راح نشوف هل يسجل ثالث أهدافه في أول وصول بطناوي في المباراة، في أول تحرك لرينزو، في أول تواجد لأندري بوكيا. وجدوا الثغرة في دفاعات النصر. سامي والقرار، الكرة في المرمى، الباطن يتقدم عن طريق مهاجمه رينزو، عن طريق أيام المهمة بالتأكيد لهذا الفريق البطناوي. سلطان الغنام عرضية، لكن طبعا لسه بدري بحثا عن غريب. الراية لم ترفع، غريب والعرضية الرأسية من رونالدو والكرة بتعدي. ظهر رونالدو بالتحديد الأول، غريب لم يكن متسلل، استلم، تقدم، عرضها بيسراه بحثا عن كريستيانو رونالدو، لكن الرأسية بتعدي. بعدين ترفعها بس، عليها بس، ورونالدو هو بدور ركنية لدى علي الأجامي. عرضية طويلة وللأمام باتجاه مادو بالرأس. لاح النصر دوما في الشوط الثاني، الأرقام تتحدث بذلك. ماوروسيو أنطونيو التدخل، الكرة إلى ركلة ركنية باتجاه الكابيتانو لكن إلى باتجاه رينزو. لوبيز أدواره خارج منطقة الجزاء، لوبيز يتحصل على خطأ. يا ناس هذه النقاط اللي يلعب عليها زدرافكو. برافو ثابتة عند ركن الشملان. عرضية رأسية من رينزو، هو مرة أخرى رينزو لوبيز بالرأس، عدت وصلت إلى رونالدو. رونالدو مر يا لعيب، لا 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 لا